وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية. دكتور جهاد، بداية يعني التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمد فيها استفزاز الجانب المصري، برأيك ما السبب في ذلك؟ يعني أولا بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن ما صرح به نتنياهو هو شيء من وحي الخيال أو ما مجموعة من الأكاذيب التي حاول أن يقنع نفسه وأن يقنع جمهوره، الجمهور الإسرائيلي، بتلك الأكاذيب التي لا أساس ولا وجود لها من الصحة أو من الواقع، ولكن يريد التغطية على ما يقوم به من جرائم أو ما يرتكبه من جرائم في محاولة للملمة الأمور سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الدولي. ما يتعلق بقضية محاولة الاستفزاز، نحن نعلم جيدا بأن نتنياهو يعمل على استفزاز المنطقة بأسرها، وخاصة في ظل سياسته التي تستند بالأساس إلى سياسة خلط الأوراق والسياسة المعتمدة من خلال محاولة نقل المعارك إلى أكثر من اتجاه. لذلك هو عندما يقوم بالاستفزاز أو بنشر مجموعة من الأكاذيب التي من خلالها حاول الإشارة لأن هناك عمليات تهريب سلاح من الجانب المصري، فهو لم يدرك بأن مصر منذ عام 2015 حتى يومنا هذا قد أغلقت الأنفاق بشكل كامل وخلقت منطقة بعيدة عن المعبر أو بما لا يسمح بوجود أنفاق، وهذا الأمر عملت عليه مصر وأمام العالم بأسره. بعد عام 2018 لم يعد هناك أنفاق، ولكن نتنياهو يحاول تبرير استمرار عملياته العسكرية في محاولة لخلق حالة وهمية أو وضع عصي بالدواليب بما يتعلق بقضية المفاوضات، فهو يدرك جيدا بأن هناك موقفا مصريا حازما وحاسما اتجاه محور صلاح الدين أو ما يسمى بمحور فيلادلفيا. هذا الأمر الذي مصر لم تقبل العسكر الإسرائيلي فلسطينيا، ورأينا حجم الدعم الدولي والعربي والإقليمي موقف. إذا هو يحاول من خلال هذا الأمر أن يطيل أمد العملية العسكرية، يحاول تهدئة الشارع الإسرائيلي أن هناك خطرا، واقتبس مجموعة من الكلمات بالقول بأننا لو تخلينا عن محور صلاح الدين مدة 42 يوم لن نعود إليه 42 سنة مستقبلا، أي بمعنى هو يحاول لفت الأنظار باتجاه محور صلاح الدين ووضعها كعقبة رئيسية أمام تحقيق عملية الهدنة أو التوصل إلى مفاوضات للتغطية على ما يقوم بارتكابه من جرائم في الضفة الغربية، وكذلك ما يسمى بممر نتساريم الذي أصبح عبارة عن كتلة استيطانية تمتد من البحر حتى الخط الفاصل مع الجانب الإسرائيلي وبعد أكثر من 2 كيلومتر، أي نحن أمام كتلة استيطانية كبيرة تقسم شمال قطاع غزة عن جنوبه، وهذا يأتي في السياق المخطط الذي تعمل عليه حكومة نتنياهو بكل ما تعني الكلمة. هذا الأمر الذي وجد حالة من الرفض الدولي والرفض الإقليمي لكل تلك الأكاذيب، ورأينا يعني دكتور جهاد، أنت ترى بأن الزج باسم مصر هو محاولة من نتنياهو لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي الذي أصبح ساخطا بسبب سياسات نتنياهو؟ هذا الأمر الذي يسعى إليه نتنياهو ويحاول من خلاله الحديث في محاولة لتلفيق الأكاذيب، هو عندما بدأت الأصوات ترتفع الداخل الإسرائيلي والتي تقول بأن حياة الرهائن أو حياة الأسرى المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية ممر صلاح الدين لن يكون أغلى من حياة هؤلاء والمطالبة بالخروج، بالإضافة لأن ما صرح به وزير حرب بلد وكذلك تسيبها ليبي هاتس ليبي رئيس الأركان الذين جميعا بالمؤسسة العسكرية طالبوا بالمحور صلاح الدين، ولكن هو يخشى على سقوط حكومته وانفراد عبد الائتلاف الحاكم، يخشى أن يذهب إلى المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها سواء جرائم الفساد والرشوة، كذلك تحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وقعت فيها 7 أكتوبر،
كل ذلك هو يخشاه، ولذلك هو يضع محاولة عرقلة أي جهود للوصول إلى هدنة ومحاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار من خلال التنسق بمعبر صلاح الدين أو التمسك بهذا الأمر. ولذلك عندما يريد التنسق في الادعاءات الكاذبة هو يريد لتبرير للمواطن الإسرائيلي وللداخل وكذلك للعالم بأنه لماذا يتمسك بمحور صلاح الدين، ادعى بأدعاءاته الكاذبة والخادعة والمضللة بينهم للتهريب والنظر كاذب بكل معارك من صور صور قديمة من الاحتلال قبل فك الارتباط أو قبل عام 2005. ومصر على مدار سنوات طوال حاربت الإرهاب وأغلقت الأنفاق وعملت كل ما يمكن عمله، بالإضافة لأن هناك طروحات بدأت يتم طرحها من خلال إيجاد آلية مراقبة ومساهمة دولية ومصرية في مراقبة الحدود لنزع هذه الزريعة، ولكن يبدو بأن نتنياهو اتخذ محور صلاح الدين كذريعة له فقط ليس أكثر من ذلك في محاولة لترضي رأي الإسرائيلي ومحاولة لإيجاد مبرر له لاستمرار العملية العسكرية. ولكن دكتور جهاد، رغم هذه التصريحات الاستفزازية التي دائما ما يتعمدها الجانب الإسرائيلي، إلا أن مصر حتى هذه اللحظة هي تتحلى بصوت الحكمة وتمارس الدبلوماسية العاقلة الرشيدة، ودائما ما تكثف من جهودها من أجل الوصول لتهدئة حقيقية وإنفاذ المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. كيف ترى الدور المصري في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني مصر لديها من القيادة الحكيمة والحنكة والذكاء القادر على تجاوز أي عقبات وعدم الانجرار إلى ردات الفعل. هذا الدور الذي تعلمناه من مصر وتعودنا عليه من القيادة المصرية، لأن كل محاولات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية محاولة لجر مصر وبالنهاية تمرير المشروع الذي يهدف إلى عملية التهجير القسري. لكن مصر عندما وقفت سدا منيعا أمام مخطط التهجير القسري وكانت عاملا رئيسيا في إفشال هذا المخطط الذي كما نقول وجه أو عاد الصفعة إلى وجه الاحتلال مرة أخرى وإلى حكومة نتنياهو، يبدو بأن نتنياهو وحكومته لم يستطيعوا استيعاب الدرس. لذلك مصر عندما تتعامل بهذه الحكمة وبهذه الدبلوماسية وبهذا الحرص الشديد أولا على الشعب الفلسطيني، لأنها لا تريد أن يبقى الشعب الفلسطيني فريسة لهذا المجرم ولهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى أن مصر تحاول أن تقول للعالم انظروا إلى هذا الخادع الكذاب أو المنافق أو الذي يحاول تضليلكم بإدعاءاته الكاذبة، ورغم ذلك نحن نتعامل بكل أخلاق، نتعامل بكل حكمة بكل دبلوماسية، لأننا لا نريد إشعال المنطقة كما يريد نتنياهو إشعال المنطقة، لأن نتنياهو باستفزازاته إشعال المنطقة أو كما نقول ضرب المنطقة ببعضها. صحيح، يطلب من العالم العمل أو سرعة إنقاذ إسرائيل، لأن إسرائيل خسرت على مستوى الرأي العام الدولي والعالمي وحتى مع مواقف الدول. كيف لنتنياهو أن يستعيد هذه القضية؟ هو يحاول أن يصور بأن إسرائيل اليوم تتعرض لهجوم أو تتعرض لاعتداءات أو بأنها من ستتعرض لهذه الاعتداءات، مما يعيد اكتساب الرأي العام الدولي مرة أخرى والتعاطف مع إسرائيل. ولكن مصر فوتت هذه الفرصة على نتنياهو وغير نتنياهو، علما بأن مصر باستطاعتها أن تفعل الكثير، ولكن مصر لا تريد الذهاب إلى تلك المغامرة أو إلى المخطط الذي يريد نتنياهو جر مصر وجر الدول العربية إليه لعملية إشعال المنطقة بأسرها. هذا الدور المقدر من قبل جمهورية مصر العربية والمقدر من قبل القيادة المصرية لحكمتها وحنكتها السياسية والدبلوماسية في التعامل مع القضية. وهناك من تسأل هل ستوقف مصر دورها كوسيط فيما يتعلق بقضية المفاوضات؟ القول الأساسي أو القول الفصل في هذا الأمر بأن مصر ستعمل من أجل إنقاذ وحماية الشعب الفلسطيني والمشروع الفلسطيني، ولم تتخلى يوما من الأيام عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وهذا الأمر الذي عاجل
أن مصر لن تترك فرصة تستطيع النفاذ من خلالها لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني. صحيح، ولن تتخلى أبدا مصر عن هذه القضية. الدكتور جهاد الحرزين أستاذ العلوم السياسية، نشكرك على هذه المداخلة على شاشة إكسترا نيوز.